طبعا مفيش شك ان فئة الشباب في اي مجتمع هي الفئة اللي بتبني، هي الفئة اللي بتفكر، هي الفئة اللي المفروض بتتخذ قرارات مهمة جدا ومصيرية جدا. بما ان مصر اكتر من 60% من شعبها شباب، فكان في اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب بشكل كبير جدا منذ توليه الرئاسة. كل شهر مؤتمر للشباب، وطبعا المنتدى منتدى شباب العالم ان شاء الله هيكون الشهر اللي جاي. هنتكلم عن هذا الموضوع مشاهدينا، مشاهدي نهاية الأسبوع، وهنتكلم إزاي بيتم تمكين الشباب، وليه بيتم تمكين الشباب في مصر، وإيه اللي حصل في الفترة القليلة دي بعد ما كان الشباب لمدة عقود طويلة مهمل، ومحتاجين إيه علشان نوصل لأعلى درجة أو لدرجة المثالية أو البرفكشن زي ما بيقولوا. خلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، أستاذ دكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء السابق. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. دايما منورنا في نهاية الله يخليك. الأسبوع. وطبعا خلينا نتكلم الأول يعني في إطار إن إحنا منتدى شباب العالم ان شاء الله الشهر اللي جاي نوفمبر، وكان في نتائج مرضية جدا من السنة اللي فاتت للسنة دي. حضرتك شايف يعني دور الشباب ازاي في هذه الفترة الوجيزة؟ يعني زي ما حضرتك قلتي في بداية كلامك المحترم عن الدولة المصرية، في فعلا اهتمام كبير جدا بالشباب، بس كان الاهتمام ده كان اهتمام غير ممنهج. يمكن في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان بداية مع دولة رئيس الوزراء المحترم المهندس إبراهيم محلب، ابتدينا ان احنا نحط منهج لتمكين الشباب. فابتدينا بفكرة المعاونين، سواء كان المعاونين للوزراء، المعاونين للسيد رئيس مجلس الوزراء، معاونين ايضا للمحافظين، والعديد بقى، خدي بقى من رؤساء مدن احياء. يمكن دولة رئيس الوزراء الحالي المهندس إبراهيم مدبولي كان عامل مصطفى حاجه مدبولي. مصطفى مدبولي، نقدر نقول ان هو عمل حاجه ممتازه جدا، ان هو عمل تمكين حتى لرؤساء المدن يبقى ليهم معاونين من الشباب، الى ان ابتدى ان هو فعلا يمكن مجموعه من الشباب في مراكز محترمه جدا، ودي برضو سنه كويسه. فاحنا بنتكلم في مرحله من التمكين العشوائي الاول بعد ثوره يناير وثوره 30 يونيو، الى ان وصلنا الى التمكين الممنهج المنظم والمنظم، اللي هو بقى فيه كوادر شبابيه. اوكي، احنا شفنا مجموعه من الشباب المحترم جدا، من شباب البي ال بي، بداوا ان هم يمسكوا نواب محافظين، ودي حاجه خطوه ممتازه جدا. أوكي. شفنا مجموعه شباب معاونين ماسكين مع المحافظين ومع الساده الوزراء. شفنا منهج محترم جدا من السيد الرئيس فيما يتعلق ب علاقته بالشباب، وهو المنتديات الشباب دي بقى مهمة جدا. الدورية اللي هي أيوة. الشهرية. ما بالظبط دي بقى، ده كان سؤالي دكتور عبد ده الله، مهم لأن جدا. في دلوقتي كان دايما ايه، مفيش تواصل، وكان صحيح. مشكلتنا طول الوقت ان احنا ما عندناش تواصل مع المسؤول. احنا كشباب مش عارفين نقول فكرنا ايه، مش عارفين نقول احنا عايزين ايه، طب احنا مش عايزين ايه. بتأتي هنا أهمية إن بيكون في حديث مباشر وجلسات مباشرة بين الشباب ورئيس الجمهورية، بيقول الكلام، بيسمع، بيرد في ساعتها. كل ده بيحصل، بيتخذ القرار كل ده في ساعتها. صحيح. ده بيجي كمان رد على، وعايزة برضو تعليق من سيادتك على، إن في ناس أو بعض الناس بتقول إن لا، أنتوا لسه مش مؤهلين قوي إن أنتوا تمسكوا المناصب، وأنتوا محتاجين كذا ومحتاجين كذا، مع إن في شباب يعني فعلا بيكون عندها أفكار رائعة جدا، محتاجة ل يعني مجهودات تنفيذ. صحيح. وتعاون بينهم، يعني مش الواحد، يعني مش عايزين نطلع مثلا كل واحد يقول حاجة لوحده أو ينفذ لوحده، بالعكس إحنا صحيح. مؤمنين جدا بالعمل الجماعي. فأهمية هذه المؤتمرات بتكون رد على هذا الاتهام، ولو سيادتك اكيد عندك تعليق على هذا الاتهام ده، طبعا ما الناس طبعا مش جاهزين. طبعا لا، هو كلام غير صحيح، لان احنا كنا لما بنيجي نتكلم عن تمكين الشباب كان البعض بينزعج يقول لك هو قصه شباب وبس. يا جماعه، نحن نتحدث عن تمكين اصحاب المهارات. أيوة. تمكين الكفاءات. وانا ما عنديش مانع ان انا العبره في تولي المنصب العام هو الكفاءه. الكفاءة دي لقيتها في شاب يبقى كويس جدا، لأنك أنت سوف تجمع ما بين الكفاءة والنشاط الحيوية، اللي هو تنزل تروح تيجي، يعني في حيوية بالإضافة للكفاءة. طيب هذه الكفاءة موجودة في شخصية كبيرة في السن،
ويلكم. احنا المهم ان احنا كان يكون عندنا معتقد الصالح العام. ان مش بالكفاءة، بالأقدمية، بالسن، أه بكذا. بصي، بتخش فيها احيانا يقول لك ان السن ده بيبقى فيه الخبره، في الثقه، الى خلافه. بس احنا برضو محتاجين ان احنا نستفيد بالخبرات اللي قبلينا بس بطريقة معينة. هو ده ازاي تصنعي هذه التوليفه. ولذلك سياده الرئيس في الاختيارات الاخيره عمل توليفه جميله جدا ما بين الخبره المتمثله في بعض الساده المحافظين بالظبط. وما بين الشباب. فلما يكون في خبرة مع مجموعة شباب، أنا أعتقد إن ده يعمل ناتج كويس. وعشان التجربة دي تنجح، أنا ناديت أكتر من مرة، واسمحي لي إن أنا أقول في اتفضل. هذا البرنامج المحترم إن لازم تتعمل مجموعة عمل سواء في رئاسة الجمهورية أو في مجلس الوزراء. مهمتها إن هي تساعد مجموعة الشباب اللي إحنا لسه ممكنينهم، بالذات النواب المحافظين. يمكن إحنا كمعاونين كنا ملناش صلاحيات، يعني احنا كنا نعتبر بمثابة مساعدين، ماليش ان انا اتخذ قرار الى خلافه. لكن السادة النواب اللي احنا مسكناهم كمجموعة من الشباب مع السادة المحافظين، لا دول ليهم قرارات. فلازم يتعمل مجموعة عمل مهمتها هذه المجموعة ازاي تساعد مجموعة الشباب وتحاول تذلل لهم المصاعب، عشان برضو تضمن ان يكون هناك تعاون ما بين المحافظ وما بين النائب بتاعه. خلي بالك انت بتتحدثي، ممكن يبقى محافظ 70 سنة وشاب قاعد معاه عنده 28 او 29 سنة. ده انا بتكلم عن الواقع بالفعل، اللي هو بتلاقي في عندك محافظ 60 و70 سنة، وفي شباب البي ال بي اللي ما بينهم ما بين 28 29 سنة إلى حاجة هو هنا و30 مش سنة. هيحدث أي مشاكل لو اتعاونوا مع بعض هو ده، أو لو سمعوا بعض، هو ده. ولو أنا أستفيد من اللي أكبر مين مني بقى وهو برضو اللي يقدر يقرب وجهات النظر؟ مجموعة رصد تكون حقيقية مهمتها إنجاح التجربة. إن أنا يا جماعة، طب في إيه؟ طب كذا؟ طب إيه المشاكل اللي بتواجهك؟ أقعد أسمع الشاب وأقعد أسمع المحافظ. ممكن تحصل تاتشات، ممكن يحصل تحييد للشاب وهو قاعد في مكانه. تحييد يعني إيه؟ باختصار يبقى قاعد على المكتب ولا بتاعه ليه لازم. ولا ليه لازم. فهذه التجربة الحقيقية اللي أنا بعتبرها تجربة ناجحة للشباب. إحنا أنا واحد من الشباب ناتج هذه التجارب. يعني أنا توليت منصب مستشار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللي هو يعتبر مستشار رئيس الجمهورية، ثم توليت كنت عضو مجلس نواب، ثم كنت متحدث رسمي لحملة الرئيس اللي هي الحملة الأولى، ثم معاونا لرئيس مجلس الوزراء. طب ما هو لولا ان السادة المسؤولين وخصوصا سيادة الرئيس شافني وشاف الشغل بتاعي، والمهندس دولة رئيس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب شاف كواحد من الشباب وشاف غيري من مجموعة من الشباب، ما كناش تمكنا. إذا ابتدى المسؤولين يسمعونا وابتدوا يختاروا منا الكفاءات، وهو ده ناتج الحتة اللي حضرتك بتقول عليها. إحنا كنا محتاجين إن المسؤولين يسمعونا، ومحتاجين إن المسؤولين يتفاعلوا معانا، وده الحواجز اللي أزالها سيادة الرئيس، لدرجة إن إحنا في بتبقى فقرة ثابتة في منتديات الشباب اسأل بتاعتنا الرئيس. بقى المحلية، اللي هي اسأل الرئيس. يسأل الرئيس. وبيبقى الشاب بيرفع، وده على الهوا، يعني ما فيش بقى نظام حاجة سابقة، لا على الهوا. لدرجة ان كان من ضمن الحاجات اللي كان سيادة الرئيس اتكلمنا فيها وفورا، دي من التوصيات وتم تنفيذها فورا، التوصية بالإفراج عن الشباب المحبوسين. اللي هو بالصدفة، وده أمر طبيعي على فكرة، لما بيكون عندك مظاهرة، عندك مشاكل، ممكن بالصدفة ثلاثة أربعة متهمين ويبقى في واحد معاهم يتم القبض عليه في الزحمة. فلما يتم بحث الحالات، العديد والعديد من الحالات التي تم الإفراج عنها، ده نتيجة إيه؟ إن المسؤولين ابتدوا يسمعونا. كويس. يبقى في مؤشرات إيجابية للغاية، سواء في التمكين أو سواء في سمع آرائنا وأفكارنا اللي إحنا كنا محتاجين، وابتدت فعلا على الأرض نشوفها كواقع ملموس. هايل. طيب إذا نظرنا للموضوع بنظرة يعني أعمق شوية دكتور عبد الله، وفي برضو أنا كده محتاجة إيه علشان أصل لأعلى درجة. إحنا دايما بنحلم، طبعا بنحلم إن إحنا طبعا نوصل لأعلى درجة من التمكين وأعلى درجة من إن إحنا نسمع في بعض. يعني قصة إن أنا أستفيد طبعا أكيد من اللي أكبر مني أو اللي أقدم مني دي مهمة جدا. يعني أحد الناس أحب دايما أسمع تجارب الآخرين، مش بنفذها كوبي بيست، بس لازم أسمعها، لازم يبقى عندي باك جراوند.
النقطة التانية، أنا بقى محتاجة آليات. يعني إيه؟ يعني أنا محتاجة، وده بيحصل بالفعل، نهوض ايوه بالتعليم، نهوض ايوه بالصحة، نهوض ايوه بالثقافة، نهوض. ليه؟ لأن اللي حضرتك بتقوله سواء كان عند الرئيس عبد الفتاح السيسي لما ابتدى إن هو يعني بتوصية مباشرة منه، لا اهتموا بالشباب، اسمعوهم، ولوهم المناصب، الكلام ده صحيح كله، صحيح مهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، دكتور مصطفى مدبولي، يعني ده فكر. فانا محتاجه اعزز الفكر، لان في ناس عندها الفكر وفي ناس ما عندهاش. يعني في ناس لغايه دلوقتي في مناصب ما بيبقاش عندها فكر، يعني ايه اجيب شاب صغير 25 سنه ولا 29 سنه احطه في منصب، هو هيقول ايه؟ يعني هو ايه الخبره اللي عنده؟ لا، ما انا يعني مش هديله المنصب مره واحده. تاني حاجه لازم اسمعه، لان هو اكيد هيبقى عنده فكر مختلف. تالت حاجه اشوف الحاجه المناسبه، انقل له خبره، يعني يبقى فيه حوار بيحصل. الفكر ده انا اعززه ازاي؟ بصي، كان سيادة الرئيس كان قال لنا مثل حلو جدا لما كنا بنجتمع معاه كمجموعة شباب في الحملة الأولى. ايوه. يمكن الحملة الأولى كانت بالنسبة لنا مدرسة كبيرة جدا، لأن كنا بنجتمع بالسيد الرئيس يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة نتيجة اجتماعاتنا الدورية بكل فئات الشعب. اكيد بقى بتستفيد كلام قال مثل وخبرات. هقوله لحضرتك بقى، أتمنى كل مسؤول يسمعني دلوقتي عشان يستفيد من هذا المثل. في حكاية التمكين يجي ازاي؟ قال انت لو انت عندك شركة تتمنى مين اللي يديرها؟ حد غريب ولا ابنك؟ اكيد هتتمنى ان هو ابنك يدير هذه الشركة، ده طبيعي، اي اب بيفكر في مين ابنه أول اول حاجة؟ حاجة. ابنه اول حاجة. طيب انا عشان امكن ابني، تمام؟ لازم بالتأكيد هبقى عاوزه ينجح، ده اول حاجة جوايا، لازم يبقى عندي النية ان انا نفسي انجح ابني. طب انجحه ازاي؟ قال لك ما تجيش الولد تروح قايل له كده في يوم وليله انا كبرت بقى وتعالى انت امسك تبقى انت رئيس الشركه، اكيد الشركه هتغرق. طب اعمل ايه؟ الاول اقول له تعالى اقعد، اول مثلا كام شهر تعالى اقعد اسمع شوف انا اتفرج. بعمل ايه. الثلاث اشهر اللي بعديهم اقول له ايه؟ ايه رايك في الملف ده؟ ده ملف من 1000 ملف تحت ايدي انا كأب، دير لي هذا الملف وريني كده هتعمل فيه. لما الاقيه ان هو نجح في هذا الملف اقول اديله له اكتر. في 5 ملفات كمان اهم، ثم 6 ملفات، ثم كذا، ثم اقول له ايه؟ انا ابتديت بقى ايه اتعب، دير انت كده ايه، ويبقى تحت ايه؟ عينيا برضه، يبقى انا كده هيدير اهلته. الشركه. يبقى هو ده التدريج. وقال حته كويسه جدا ودي اللي اسعدتني، قال لك احنا ولادنا لو اخطاوا ما جيبش رقبته، يعني اقول له خلاص انت باي باي بقى، انا اديتك فرصه وانت اخطات. طب ما هو الكبار بيخطئوا، هيتعلم ازاي؟ ما هو هيتعلم لازم ازاي؟ يغلط عشان يتعلم. فقال هي دي بقى، ليجب ان يكون لدى المسؤول النيه لانجاح الشباب، اوكي. الوقوف بجانبه، لانه شئنا ام ابينا هم دول اللي هيبقوا قاده المستقبل. هذا المثل الرائع اللي انا حكيته لحضرتك في عمليه التدريج هو ده اللي المفروض يتبناه اي مسؤول. تمام؟ ان انا اعمل تدريج، الاول يقعد يتفرج، ثم ملف واحد، ثم عده ملفات، ثم 50% من الملفات، ثم ممكن أسند ليه أمر بحاله. تمام؟ تمام. هذا هو الآلية الحقيقية التي يجب أن يتبعها أي مسؤول إذا أراد أن ينجح التجربة المتعلقة بالشباب. صحيح. وده برضو بيخلينا نقول ايه، يعني احنا عايزين نمنع التخوف، لان برضو لما بيبقى في مجموعة شباب ماسكين مجموعة ملفات زي ما سيادتك بتقول في اي مؤسسة ايا كانت، فبيبقوا متخوفين فعلا من قصة اجيب رقبته دي، صحيح خايف جدا، فبالتالي ممكن ما ي... آه يعني ما يأديش بأريحية، ممكن ما يطرحش كل أفكاره، لأنه ممكن يبقى صحيح قلقان. أنا محتاجة أطمنه. ده اللي بيحصل في المؤتمرات. أنا عايزاه يطبق في كل مكان، يعني عايزاه يطبق في زي ما احنا بنشوف كده في كل المؤسسات، في كل شيء، حتى الرسمية وغير الرسمية. مش إن أنا أستغنى، قصة إن أنا أمكن الشباب مش هستغنى عن اللي أكبر مني، لا عمري ما طبعا لا هستغنى عن طبعا، اللي أكبر مني، نحن وعمري ما نبحث عن هستغنى. الأكفأ، بالظبط. دي حتة مهمة جدا. مرة أخرى، ليس المقصود بتمكين الشباب هو إن أنا أجيب واحد شاب في منصب يبقى أنا كده تمام، لا. المعيار الأول نحن نبحث عن الأكفأ ونبحث عن صاحب الرؤية، تمام؟ ويا حبذا لو كان صاحب الرؤية وهذه الكفاءة من الشباب. فإحنا كل اللي إحنا عاوزينه فقط كمجموعة من الشباب ان التواصل مهم جدا، يعني سيادة الرئيس بيضرب لنا نموذج محترم جدا من ان هو بيسمع الشباب،
بياخد بآرائهم. يعني لو تفتكر الشاب بتاع أسوان لما قال له ده احنا في كذا والمسؤولين بيعملوا ايه ده في ساعتها اتخذ في قرار. قال له انا هقوله مش عارف ممكن يحصل لي، قال له ما تخافش مش هيحصل لك اي حاجة. لماذا ينزعج المسؤول من الصراحة؟ واحيانا بيبقى في فرط حماسة من الشباب في الكلمات ممكن تبقى صعبة. لو المسؤول بيتعامل مع هذا الشاب زي ما الرئيس تعامل مع هذا الشاب من أسوان كأب مش هينزعج، قال له ما تخافش طب خلاص هنروح نشوف، وهو زيارة مفاجأة ملهاش علاقة بأي ترتيبات، وقال لا حاضر وهنعمل وما تخافش ومحدش هيقدر يجي جنبك إلى خلافه. تمام. ده نموذج لازم يتعمل مع كل المسؤولين، عدم الانزعاج من الرأي حتى ولو كان الرأي يخوف شوية للوهلة الأولى، لأن الشاب هو أكيد عنده رأي مختلف، مستحيل يبقى رأيه مطابق. وقصده إيه؟ إحنا كمجموعة من الشباب نفسنا إيه؟ نكون بلدنا أحسن بلد. يعني هو أنا مش قصدي وأنا بقول رأيي إن أنا يعني عرضه خلاص. ده أنا الشاب ده بيتكلم عن مثلا الصرف الصحي اللي بيترمي في النيل مباشرة، طب هو عاوز إيه؟ عاوز بلده تكون كويسة وبناء عليه صحتنا. إحنا الأمراض اللي سعادتك عمالة تتكلمي عنها اللي هو السرطان والفشل الكبدي، أنا اكتشفت كواحد من الشباب وأنا كنت معاه رئيس مجلس الوزراء، قلت لهم أنا مستعد أقول لكم على حل بسيط جدا توفروا فيه أكتر من تلت ميزانية وزارة الصحة. نحن نعالج العرض وليس المرض. اكتشفت ان اكتر من 60 او 70% من القرى الواقعه على نهر النيل بترمي مباشره، ركزي في دي، مباشره الصرف الصحي في النيل. جريمه. مباشره من اول اسوان لحد هنا. مصيبة. ده بيترتب عليه مصيبة. ايه؟ حضرتك هو السرطان والفشل الكبدي وفيروس ايه والى خلافه بيجي منين؟ يا اكل يا شرب. الاكل طبعا بيتروي منين؟ من الميه دي بتاعتنا. والشرب اللي هي الميه بتاعتنا اللي احنا بنستعملها. فانت حضرتك اغلب الامراض بتيجي من تلوث، بسبب التلوث المياه او بسبب تلوث الاكل. فيروس سي اللي احنا يعني الدوله رصده ميزانيه كبيره جدا للقضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار في كذا وكذا وكذا، والامراض المعديه والامراض معظم الامراض الكبديه بتبقى مشاكلها. وعلى فكره ما حدش يجي يقول لي اصل احنا بيرموا هنا على ناحيه القريه دي ولا دي لا واحنا لا مالناش لا. دعوه. لا، الفواكه والخضروات اللي بتتروي بيها احنا يعني كل الناس بتاكلها، فما حدش بس اصلا بتضايق جدا من كلمه اصل احنا مش مالناش دعوه بالحته دي. لا دي مهمه جدا. احنا كنا ابتدينا ايام دولة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لما عملت الملاحظة دي وقلت لدولة الرئيس احنا عندنا كذا كذا، ابتدينا نحط برنامج ليه. يمكن ما حصلش بقى نصيب ان احنا كملنا نتيجة دولة رئيس الوزراء مشي وانا كمان مشيت. عملنا برنامج لاني نخلي كل القرى اللي على نهر النيل من أسوان الى ان نصل الى الاسكندرية ما ترميش. فابتدينا يا دوبك لسه بنعمل البرنامج، ما حصلش نصيب ان احنا كملنا بقيه البرنامج. لكن انا بدعو دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الى اني سرعه ان تكون كل القرى والمدن اللي موجوده على نهر النيل بما فيها حتى للاسف انا اكتشفت حاجه كانت كارثيه، مصانع وشركات حكومية بترمي ده ايه بقى؟ مش صرف صحي، صرف صناعي وهو الأثقل والأصعب على الصحة المصرية. أنا بقول للحكومة المصرية إذا خليت الشركات والقرى، وده مش صعب على فكرة لأن معظمهم في ظهرهم قرى ومدن لها صرف صحي، يتعمل برنامج سريع وقوي. أنا بقول لهم أهو هتوفروا أكتر من تلت ميزانية الصحة وهتوفروا مليارات بسبب الصرف. يعني انا بصرف مليارات على فيروس سي، تخيلي المليارات دي جزء منها لو اتصرف على القرى ويتعمل لها صرف صحي ما يترميش في النيل، انت بتعالجي مستقبل اللي موجود واللي جاي كمان. بالظبط، هي الفكر تاني، هرجع للفكر، هرجع للانتماء. ادي فكر شباب. بالظبط، هرجع للفكر، هرجع للانتماء، هرجع لان احنا فعلا اذا الانتماء معزز عن طريق الثقافه وعن طريق التعليم وعن طريق يعني هذا التواصل اللي بيحصل طول الوقت في المؤتمرات وغيرها، هيبتدي يبقى عندنا انتماء. فاذا شفت غيري بيعمل حاجه غلط انا اللي هقفله.
في دكتور عبد الله، يعني عايزين برضو نعرف الواجبات بقى اللي علينا ايه. بس خليني اقول لسيادتك، كان في الحقيقه بيان صحفي من مؤتمر، او خلينا نقول منتدى شباب العالم، ان شاء الله هيكون الشهر اللي جاي، منتدى شباب العالم 2018 اتخذ الأعمدة السبعة للشخصية المصرية محور لفعالياته هذا العام، ودي نقطة جميلة جدا ومميزة جدا. طبعا هينطلق من شرم الشيخ، وكان الحقيقة ده هذا البيان كان طبعا عن الدكتور ميلاد حنا، هو أحد أبرز المفكرين السياسيين في مصر، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية وليه عدة أفكار. هو الأعمدة السبعة، علشان ما أطلش سهل على حضراتكم، الانتماء مصر فرعوني الفرعوني، اليوناني الروماني، انتماء مصر القبطي، انتماء مصر الإسلامي، انتماء مصر العربي، انتماء مصر البحر المتوسط، وانتماء مصر الإفريقي. انا بس عايزة يعني عايزانا نعرف احنا مين، علشان يعني نكون اكثر اعتزاز وفخر بنفسنا. احنا باختصار شديد، مع كل الاحترام لعالمنا الجليل رحمة الله عليه الدكتور ميلاد دكتور حنا، ميلاد. احنا بوتقة حضارات، احنا ملتقى أديان، احنا اللي موجودين في وسط البلد. لو اي مواطن مصري زار وسط البلد هيلاقي في وسط البلد شارع فيه كنيسة، ونفس الشارع في آخره فيه معبد يهودي، وبعديه بخطوتين ثلاثة جامع. في جامع. الكلام ده أنا بقوله، مش بقوله إنشاء، لا ده موجود في وسط البلد. موجود في أماكن كتير لا أنا ما شاء الله. بتكلم تحديدا تحديدا. وسط البلد، تحديدا اللي هي بتتكلم على إن المصريين في معبد يهودي، في كنيسة، في مسجد. نحن اختصار شديد عشان أوفر على الناس، بدل ما أقول له إحنا فرعوني بحر متوسط، لا نحن بوتقة الحضارات التي نتج عنها في الآخر الشخصية المصرية. يمكن الشخصية المصرية في أبهى صورها كانت في الفترة اللي كان فيها الدكتور طه حسين، اللي كان فيها الدكتور أو الأستاذ عباس العقاد، فيها الكتاب الكبار، الفنانين الكبار، سواء مختار إبراهيم، غيرهم من الشخصيات الكبيرة جدا اللي هي تقدري تقولي هي ديت الشخصية المصرية. الشخصية المصرية استطاعت أن تنصهر فيها، تمام، مش هي اللي تنصهر في الحضارات الأخرى. يعني باختصار، بطليميوس لما جه مصر، لما لقى هو الإسكندر الأكبر، ودي تاريخيا يعني، لقى المصريين بيعبدوا إيه، بيعملوا إيه، عشان يتقرب منهم، عمل وعرفوا إن زيه، هم بالنسبة لهم الحاكم هو إله إلى خلافه، عمل عمل زيه نفس الطقوس مش المصرية. العكس، لان في هي دي يعني في شعوب تانية المحتل او اللي جاي من بره هو اللي اثر فيهم. لا هي دي احنا العكس، طول هي الوقت دي على مر العصور العكس كان بيحصل. احنا من الشعوب القليلة جدا اللي بتاثر اللي في المحتل. المحتل طلع من عندنا. يعني احنا الوحيدين اللي خلينا الانجليزي يتكلموا عربي، مش العكس خالص. تمام. يعني مثلا خالص. الانجليز مع كل الاحترام، مثلا في الهند ما راحوش يتكلموا هندي، لا الهنود بقى بيتكلموا انجليزي، تمام، بالظبط. وغيرهم من الشعوب بدون داعي لذكر اسماء شعوب معينة، كلها طبعا شعوب محترمة وحضارات كبيرة حضرات ومحترمة، ولكن انا بتحدث شخصية. كيف يتم التأثير. نتج عنها شخصية مصرية هي بوتقة حضارات. يعني أنا كنت أتمنى يكون عنوان المنتدى مصر بوتقة الحضارات وملتقى الأديان. تمام، ده هي مختصر صحيح. للأعمدة السبعة. تمام. طيب قبل ما نكمل حوارنا، معانا تليفون متابعنا دلوقتي على الهواء، سيد اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني، وعنده رأي في موضوع الشباب. سيادة اللواء، ألو. اهلا بيك بسيادتك، وصباح الخير على سيادتك واسره البرنامج والدكتور عبد الله. اهلا، اهلا صباح بيك يا الخير يا سياده فندم. اللواء، اتفضل. كان حضرتك متابعنا وكان عندك يعني تعقيب عايز تقوله، اتفضل يا فندم. استاذنك في عجاله كده عشان عارف وقت البرنامج. انا طبعا لا اشكك في الشباب، ولكن اضع بعض النقاط سريع جدا في اقل من دقيقه. اتفضل. المراكز القياديه بتستدعي مش النزول والجري ومعرفه المشاكل، كلنا عارفين المشاكل، ولكن تقتدي بالدرجه الاولى وضع السياسات العامه للوزاره او الهيئه اللي هيمسكها، او المشاركه على الاقل في وضع هذه السياسات اذا كان نائب المحافظ على سبيل المثال. تمام. ما تتطلبش مجهود شباب. نمره اثنين، الشباب في مشكله قد تؤدي الى حبس وهو في موضع المساءله، لانه مندفع شايف في حلول، ولكن ينقصه الخبره في ان في تشريعات قانونيه وتنظيميه بتحكمني.
زي يقول لك لا مش مشكله انا عايز بالامر المباشر اتعاقد مع كذا، انا مش ماليش دعوه بالروتين، فاذا بيفاجئ بانه يتحبس لانه ما بيتبعش الاساليب القانونيه واجبه الاتباع، الاتباع زي الممارسات او المماطات او غيره، ويخش بالامر المباشر وناسي ان في تشريعات بتحكمه. انا اجد انه الفرصه السليمه للشباب مش لازم تكون في نمره واحد، ولكن استعين بيك فين بقى؟ صحيح. حاجه اسمها فرق العمل، ودي موجوده في كل الدنيا. اكلفك بمأموريه محدده على سبيل اليقين، خمسه سته من الشباب والقيادات لو سمحت انهي لي المشكله دي، يبقى انت بتعاونني في انهاء مشكله، واسمه فريق عمل يبين لي مجهوده، لكن مش شرط انه اتبوأ مركز الصداره اللي بيتطلب بالدرجه الاولى الخبره الكافيه حتى يتجنب ان يضع نفسه تحت مساله القانون. تمام. حتى يثبت جدارته. شكرا جزيلا. شكرا سيد اللواء مجدي الشاهد الخبير الامني القضيب. احنا ما اختلفناش على فكره لا يعني مع سيادتك لا في حاجه، لا احنا عندنا مجموعه الشباب برضو عشان اطمن سياده اللواء يعني انا دكتور، انا مش طبيب بشري، انا محامي بالنقط واستاذ للقانون الدستوري. تمام. فهذه كانت من ضمن الحاجات المهام اللي لما جه كلفني دوله رئيس الوزراء المحترم المهندس ابراهيم محلب، يعلم جيدا ان انا رجل قانون. فهذه الجوانب القانونيه اللي كان بيتكلم عنها سياده اللواء، وطبعا انا احترم طبعا رايه بشده، لاني طبعا الاندفاع قد يؤثر بالفعل. مظبوط. لكن لما يكون بقى حد من الشباب وقانوني زي حالاتي كده، وفي نفس الوقت خد خبره سياسيه، فانت لما تيجي تقولي له خلي بالك، خلي بالي مين ده، انا رجل قانون. تمام. بس انا بس عايزه اضيف كمان لكلام سياده اللواء ان احنا بنتكلم في اطار التكامل، احنا ما قلناش ان انا استغنى عن حد واحط مكانه حد. يعني انا فكرة ان انا عايزه المنظومه او المؤسسه تبقى متكامله، هي دي اللي فيها احنا كل الكفاءه. فيها كفاءه دي من على فكره كل ده جزء كفاءه وخبره، جزء من الكفاءه ان انا اكون عندي الالمام بالنواحي القانونيه بالظبط. ما احنا حتى على اضيق التدريب بالظبط، تدريب لازم يبقى فيه تدريب، ما ينفعش حد يبقى داخل يدخل على الشغل على طول، لازم يتفرج الاول وبعدين يشتغل شويه بايده وبعدين يكتب كذا وبعدين يعني طبعا احنا الخبره مهمه جدا والممارسه مهمه جدا، يعني خبره من غير ممارسه لا، برضه احنا محتاجين خبره محتاجين لا ممارسه. بس انا يعني عندي برضه اعتراض بسيط، ان انا لو بهذه المعايير او الى خلافه، احنا بنتكلم على مجموعه شباب طالع واعد لديه المام بجميع النواحي كده، اقول لماكرو نقعد في بيتك لانك انت لسه صغير عندك حاجه و30 سنه تمام كده، اللي هو الرئيس الفرنسي لسه بقى اقعد وهاخدك انت في مجموعه عمل لانك انت لسه صغير حاجه و30 سنه. كاميرون اللي هو كان رئيس وزراء انجلترا السابق كان 38 سنه، ودي انجلترا اللي هي ايه، انجلترا العظمى، بريطانيا العظمى، المملكه التي لا تغرب عنها الشمس. القصه زي ما حضرتك قلتي باجابه مختصره، احنا بنتحدث عن مجموعه من الشباب المتكامل اللي هو عنده الكفاءه عنده خبره. على فكره هو مش شرط الخبره يعني تراكم سنوات، لا ممكن تكون هذه الخبره نتيجه تجارب متعدده. يعني انا بعض الناس لما بيكلمني بيقول لي الخبره، قلت لهم يا جماعه مصر من 2011 الى 2018 سبع سنوات كانت الاحداث فيها سريعه سنة. جدا السبع سنين اللي انا اتعلمتهم من 2011 ل 2018 السنه فيهم ب10، اكني خدت خبره 70 سنه. الامور نسبيه جدا يا دكتور جداً. يعني الامور بتبقى نسبيه. طيب انا هنا برضو سؤال الاخير، احنا بقى دورنا ايه؟ يعني احنا قلنا احنا نفسنا في ايه وعايزين نعمل ايه وايه الحاجات اللي متقدمه لنا، استفيد منها ازاي، انا دوري ايه؟ يعني الموضوع احنا يمكن بنتكلم فيه كده بس هو مش سهل، مش سهل ان انا عشان انهض بمنظومه تمكين شباب انهض بصحه وتعليم ومواصلات وطرق وعلاقات خارجيه وثقافه وكل ده بالتوازي، وطبعا ومحاربه ارهاب، كل ده بعمله علشان اقدر ان انا اقوم ده، كل ده بعمله مع بعض، مش بعمل حاجه ومأجله حاجه. فأنا بقى المهم دلوقتي الواجب اللي عليا إيه؟ الواجب اللي على الشباب إيه؟ واجب علينا إحنا كقادة شباب هو صناعة الأمل، إن أنا أقول له إن هذه التجارب علينا إن إحنا ننجحها، كل واحد موجود في مكان ينجح في تجربته لأنه هيدي أمل لغيره إن هو يكون زيه. تمام؟ دورنا إن إحنا نتشبث بتلابيب الأمل باستمرار، ما نيأس، ده دور مهم جدا على فكرة. يعني مش القصة ان انا ادور ايه او اعمل ايه، لا دوري ان انا اتمسك بالفرصة بارباع بل انصاف الفرص. تمام.
ما جيش ان انا ايأس في مرحله اقول لا ده انت شايف الدنيا ايه، لا لازم قاده الشباب المجموعه اللي هي مسكت وتولت مناصب عليها ان هي تنجح، عليها ان هي تعافر، عليها ان هي تصبر عشان تجربتها تنجح. التوقيت صعب. التوقيت صعب بس في فرص لم تكن موجوده من قبل. هاتيلي كده في تاريخ مصر ان تكون في هذه المجموعه الكبيره من الشباب موجوده في كافه المناصب. ده احنا حتى المناصب في الجهات الاداريه والجهات السياديه بداوا يدوا فرص للشباب. يبقى باختصار شديد احنا دورنا احنا كشباب ان احنا نتشبث بالامل، ندي الامل لغيرنا، نفضل ورا حلمنا، لاني انا طول عمري مؤمن ان الاوطان لا يبنيها الا الحالمون. صحيح. ومفيش اكتر من الشباب في الحلم. بس هذا الحلم محتاج كفاءه، محتاج صبر، محتاج مصابره، اراده، محتاج ان انا باستمرار اعافر، اراده، اراده حقيقيه. انت لو بصيتي على الشركات الامريكيه العملاقه، تمام، يعني مايكروسوفت، ابل، الى خلافه من الشركات العالميه، مين اللي مصنعها؟ ساعه ما صنعها حد، شباب. تعالي بص على ميزانيتهم دلوقتي، ميزانيتهم تعادل ميزانيه 30 40 دوله من صحيح الدول الناميه، تمام؟ صحيح. باختصار المصابره والكفاح واعطاء الامل للاخرين، ده دورنا احنا كشباب. صناعه نماذج جديده ناجحه. يقتدي بيها ويحتذى بيها علشان اللي جاي يبقى شايف ان في امل ويقدر ان هو برضه يكمل، هي دي فكره التكامل. انا الحقيقه سعدت جدا بوجود سيادتك معانا النهارده دكتور عبد الله، شكرا جزيلا. وبالامل اللي حضرتك بعثته النهارده في الشباب. شكرا لحضرتك، ودايما منورنا، ولنا لقاءات ان شاء الله مقبله كثيره في برنامج نهايه الاسبوع. شكرا مرة أخرى دكتور شكرا عبد جزيلا الله يا فندم. المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء السابق. شكرا شكرا جزيلا يا يا فندم. فندم. بعد هذه أو بعد هذا الفاصل مشاهدينا، كيفية محاربة الإدمان أو مواجهة الإدمان، وتحديدا هنتكلم عن الستروكس. ابقوا معنا.